لكي أوضح هذه القضية لا بد لي أن أقول بأن الموجب لتمايز العلوم عن بعضها في عنا عدة نظريات طرحت في دراسات المنطقية وفيما بعد طرحت في دراسات علم أصول الفقه. ما هو الموجب لتمايز العلوم عن بعضها؟ كيف تمتاز؟ هل هذا الامتياز القائم بين العلوم امتياز حقيقي أو هو امتياز وهمي اعتباري نحن اعتبرناه؟ أن هناك نظريات في هذا الموضوع. الذين قالوا بأن هناك امتياز حقيقي بين العلوم القائمة الموجودة اليوم في العالم كل العلوم، قالوا بأن هذا الامتياز لابد أن يقوم على أساس، وهذا الأساس إما أن يكون موضوع العلم، يعني لكل علم موضوع وبسبب الموضوع امتازت العلوم عن بعضها، فعلم النحو موضوعه الكلمة، وعلم الطب موضوعه الجسد، ها؟ وعلم الحساب موضوعه الكذا، وعلم هذا من حيث الموضوع. أو يكون امتياز العلوم عن بعضها ليس بالموضوع، بالمنهج، فعلم الفلسفة منهجه عقلي، وعلم النحو منهجه أدبي، وعلم التاريخ منهجه نقلي، وهكذا. فتختلف العلوم عن بعضها بالمنهج، أو لا، نقول لا تختلف بالموضوع بالضرورة ولا تختلف بالمنهج، تختلف بالهدف. فعلم النحو هل هدف منه تصحيح اللسان عن الخطأ في البيان، وعلم المنطق الهدف منه تصحيح التفكير عن الخطأ في الاستنتاج. فالأهداف هي التي توجب تمايز العلوم مع بعضها البعض. فإذا عندنا نظريتين، نظرية بتقول ما في تمايز حقيقي بين العلوم أصلا، وكل هذه التمايزات مواضعات، نحن تواضعنا على أن الكيمياء غير فيزياء، ما في شيء هوي، ما في شيء حقيقي اسمه اختلاف الكيمياء عن الفيزياء. ونظرية أخرى تقول لا يوجد اختلاف حقيقي وتمايز حقيقي بين العلوم لا أقل في الجملة، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم في أن هذا المميز للعلم عن العلم الآخر إما هو الموضوع كما هو رأي جماعة، وإما هو المنهج كما هو رأي جماعة، وإما هو الغاية كما هو رأي جماعة. العلامة الطبطبائي يريد أن يقول الاختلاف بين الفلسفة وسائر العلوم في الموضوع، وإذا كان الاختلاف في الموضوع، إذا كان الاختلاف في الموضوع لا يوجد قاسم مشترك إذن بين العلمين، لا يوجد قاسم مشترك بين العلمين، يمكن لعلم أن يؤسس الأصول الموضوعة في العلم الثاني، لكن لا يوجد تداخل في رتبة واحدة بين علمين. ليش؟ لأن الفلسفة موضوعها الوجود مع قيد الإطلاق والتعميم، سائر العلوم موضوعها الوجود مع التقييد، بعبارة أدق، ذاك موضوعه الوجود بلا تقييد، وذاك موضوعه الوجود مع قيد. نعطي توضيح، الفلسفة تبحث في الوجود آثاره عوارضه أحكامه بصرف النظر عن أي قيد يدخل على كلمة الوجود، وجود عقلي، وجود مجرد، وجود مادي، هذه القيود ما عنا إياها، لا نبحثها. نحن لا نبحث في الوجود المادي، ليس موضوع الفلسفة الوجود المادي أوسع. فإذا موضوع الفلسفة الوجود بلا قيد، أما موضوع الطب الوجود بقيد كونه جسدا ماديا، أو جسد الإنسان والحيوان الماديين. اختلف الموضوع بين علم الطب وبين علم الفلسفة، إذن هذا لن يبحث في شيء يتصل بهذا، وهذا لن يبحث في شيء يتصل بهذا، فلا تداخل إذن بين الفلسفة وبين أي علم من العلوم الحقيقية، طبعا فضلا عن العلوم الاعتبارية مثل الأدب واللغة والتفاصيل، نحن نحكي عن العلوم الحقيقية يعني.